بكل صراحة أنت منحتاجين هنا. دي نحن ما كاين لا حتى حاجه اللي كتشوف فيها كون بقينا في البركه اخيا. يعني الاولاد ديالكم هذا فين كيلعبوا؟ هما كيضيعوا دابا حتى كتشوف ما كاين فين كيلعبوا ولا فين كيدوزوا ولا فين كيشقوا ولا فين كيتفرجوا ما كاين حتى حاجه. العمرات مشات وجات الحياه هي هي. ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الزمن راه موجوده راه عندك دابا تشوف كل شيء. راه في اي بلاصه في غرقارات في المحلات في اي بلاصه راه الزبل ما درتش وحنا ضايعين وصافي. حنا من نهار اللي سكننا هنا المشروع ما كاملش من البدايه ما كاملش لحد الان حتى حاجه ما عندنا ضايعين منها. كنطلبوا جلاله الملك يجي يشوف هذا الشيء، سيدنا يجي ساندنا ويشوف هذا الشيء، بغينا سيدنا يجي للحي المشروع ديالو اللي تمنى باش يكون مشروع زاهر. بغينا نطلبوا جلاله الملك يجي يعاود واحد النظره هنا. شي كنطلبوا اخويا المجيد بناوه الناس متطوعين باش نصليو تنصليو في البرد الشتاء وبناوه. لا يعني ما كاين حتى شي مساهمه لا من بعيد او من قريب بالنسبه للجماعه باش نوضحوا هذه النقطه ديال الناس متطوعين، الناس اللي في جمعيه، الناس كلها اللي طمن عنده ساهم مساهم. يعني من العام هو ديال السكينه ديال هنا، السكينه ديال الحي المحمدي. رغم انه كاين في التهيئه خاص يكون مسجد، يكون مسجد ديال مسجد مزيان. الناس طوعوا بنوا هذا المسجد باش نصليو فيه، باش يدوا الفريضه ديالهم، باش يدوا الفريضه ديالهم. بما بركنا على الحوار ساعد الناس ما معاهمش الحوار. الناس دابا هذا حاشا واش يكون مسجد، الناس داخله دار فران ماشي مسجد. انا باغي مسلمين باش انا باغي التيران بحالنا بحال الناس، احنا بغينا حمام بحالنا بحال الناس. طاكسي كيدخلنا بعشيه ببيه كياخذ كميه، الا ما كانش ميه ما كتدخلش. يعني علاش هاد الطريق ما كايناش؟ هاد الطريق ما كايناش، دابا كنفوتو 8 ليت واحد ما كيبقى يهود. يعني بغاو نعرفوا كي كتكون 8 ليت فوتو بقى كتضرب المرا تهود من هنا. كي كتكون الحالة ديال هاد الحي هذا في أوقات ديال الأمطار في الشتاء؟ راه بحال أقول راه بحال راه تيندوف صافي. أنا قلت الفيضان، بطاطا مهودة عليك، خنز مهود عليك، الغنم جاي باق، الكلاب جاية مع ساق مع السواق، البلاصة راه كلها ما تدوش منها. والعزبال كي كتشوف العزبال هنا؟ الزبال راه موجودة راه عندك دابا تشوف كل شيء. راه في أي بلاصة في غرقارات في المحلات في أي بلاصة راه الزبل ما درتش. بلاصه حتى حاجه منقيه عندنا. يعني الاطفال ديالكم فين كيلعبوا؟ كرسيين هنا الدراري كيلعبوا فاش كيلعبوا الزبابل، الزباله هي اللي مشى معاهم. حيت كون كان تيران ولا جرده غيمشي يلعب في التيران ولا الجرده. كون كان تيران ولا جرده كان اول حاجه كان الجامع غيمشي للجامع. الدري ما كان على الجامع لا مدرسه لا والو كيمشي للزباله. الوحده والتفاؤل لله والبلاد. خويا هادشي راه في الحقيقه راه ما كيرضي، يعني لا ما كيرضي لا الله ولا العبد ديالو. يعني في نظرك انت مثلا واش هادي مثلا تزيئه جزء داك مثلا جهزتها العمره اللي هي مثلا معروفه شركه مثلا وطنيه وكذا وبما فيها مثلا من الاطر ديالها. يعني واش ممكن هاد الشارع هذا يرضي مثلا هاد التزيئه على بما اننا كنعرفوا بان هاد التزيئه راه اللي دشنا لنا هو سيدنا. يعني مثلا واش هاد السكينه هذه واش كترضي مثلا، يعني مثلا واش هاد الاحياء كترضي مثلا هاد الناس هادو؟ نطلب الله سبحانه وتعالى يهدي هاد الناس هادو ويعاودوا يجيو ويحاولوا ما امكن يصلحوا هاد الناس هذا. انت كتشوف مثلا يعني كتشوف مثلا التروطوار كيفاش داير، وكتشوف مثلا الغريب في الامر اللي كنشوفه بالمقارنه مع الشوارع ديال المدن بحال المحمديه، كنلقاو التطوار صغير والشارع كبير. هنا كنلقاو التطوار كبير والشارع صغير. كيشتو نتوما اخويا هاد المساله هادي؟ راه ما فهمتش انا هما كيفاش تقبلوها. حنا نهار الاول راه ما قبل، حنا راه في الاول ما قبلناش. يعني انت تشوف اخويا هاد الشيء هذا راه ما قبلناش حنايا، ولكن بما انهم ضغطوا علينا وكذا وهذا راه تقريبا حيدناه اليوم المره الاولى تجمعنا حنا السكن وحيدناه اليوم وعاود ثاني حيدناه اليوم وكيعاودوا ردوه. كنعاني من كل حاجه، يعني اي حاجه ضايعين منها، اي حاجه من الزناقي من الحمام من الجامع، مسؤوليه ديال الدراري. المدرسه هي كاينه وبحال ما كايناش، الدراري بحال ما كيقراوش، كيقراو مقارين والو، وحنا ضايعين وصافي. حنا من نهار اللي سكننا هنا المشروع ما كاملش من البدايه ما كاملش لحد الان حتى حاجه ما عندنا ضايعين منها. محنين في المركب في ترونسبور. يعني نقدروا نقولوا انكم تفاجئتوا بهذا التهيئه ديال المشروع هذا هنايا. واش تفاجئتوا بهذا الشيء؟ ما كنتوش متوقعين انه غادي يكون؟ علاش متوقعين؟ المره الاولى كنا فرحانين بالله غيكون كل شيء هو هذاك على هذا، وشويه ملي فاجئونا. دابا راه باين في سنين ما ولا اكثر، ومن الاولين راه اكثر هادشي عباش سكنا حنايا راه 6 سنين، وحنا ولدنا وليداتنا وكيكبروا مكرفصين وفي كل حاجه في الشتاء والبرد مكرفصين.
في ترونسبور تاع ترونسبور تعطلنا كيفوت عندنا بحال دابا كنا خدامين المره اللي كانت خدامه ومثلا عندك اللويزيه فاتت 8 ولا هذا ما كنجيوش خاصك تركب جوج مركوبات ولا ركبتي المحمل اللويزيه المحمديه بغيتي تطلع الحي المحمدي بقيتي مشوجر ما عندك ما يبغوش يجيبوك الطاكسيات مسؤوليه كيقول لك ما ندخلش الحي عندكم طريق خايبه ما ندخلوش ندمه ندمنا من طبيعه الحال ندمنا على هذا الشيء اللي حنا عايشين فيه ما عرفنا واش حنا في مشروع مزهز ولا في حي عشوائي هذا الشيء اللي تنعرفوا الضو كنخلصوا ما عرفنا كنخلصوا واش ديال التزهيز ولا كنخلصوا ديال العشوائي هذا البطون طالع في 5 سنين بقى ما كملتوش 5 سنين وانا كنخلص في هذا البطون فيما مشيت عندهم كيقول لي بقى لك 28 بقى لك 30 بقى لك 26 بحال دابا قالوا لي بقى لك 26 ورجعت مره اخرى يقولوا لي بقى لك 30 اذا شنو اللي كتقول للمسؤولين على الجماعه هنا بني خلف كنقول المسؤولين يصوبوا لنا الحي يصوبوا لنا الشارع يصوبوا لنا الحمام يصوبوا لنا الجامع راه كنصليوها في خزانه يصوبوا لنا الضو راه ما عندناش راه كل الزنقه شاعله فيها بوله والشيء الاخر كله عير ظلمه شكرا لا شكرا جديد المهم انا من الساكنه ديال الحي انا ساكن هنا هاد البلاصه قبل ما تحولوا قالنا غتكون الجرده غتكون هنا بلعب فيه يلعبوا الدراري دابا لمده 6 سنين دابا حنا طالعين 7 سنوات ما كاين حتى حاجه ما كاين حتى حاجه 7 سنوات دابا فاش طالعين ما كاين حتى حاجه قالوا لنا غنصاوبك في يلعبوا الدراري غتكون هذه حديقه في البلان شكون ما الجهه اللي وعداتكم بهذا الشيء مول العماله والجماعه المهم داك الشيء اللي في البلان اللي جاب سيدنا في البلان اللي دار سيدنا ما كاينش هنا هاد الزناقي فيهم 3 متر هما ناقصهم منهم داروا فيهم 2 متر هاد البلان ديال سيدنا اللي عطانا سيدنا من البلان راه غيروا فيها الاخ غيروا فيه بزاف التطهير تنخلصوا حنا التطهير تنخلصوا حق قانوني باش لوضيب نيطويين لينا هنا لاسينيسمو ما عندناش دابا هو عمر من 15 يوم غنزلوا حنا بالسطوله دابا نخويو تنخويو في الواد ديال الشتا ومن المفروض شكون اللي خاص يقوم بهذه العمليه هذه الجماعه لوضيب تطهير تنخلصوه الجماعه العمران قادوز ديال طرونت واش كاين شي واد الحرفي قادوز ديال 30 ما كاينش هو دابا مبلوكي دابا نقولوا هذا التقاعس من الجماعه ديال بني خلف هادي ما اللي كيخليها انها ما تقومش بهذا العمل ديالها في نظركم حقراتنا راه هاد الناس حنا ما محسوبينش بحال البشر هادي راه حقره هادي هو دابا شويه يا عمر هنا ديسيل دابا كلشي مريض بالحساسيه كلشي ميت شنو هو كاين هذا هو المطبخ يعني عباره عن جوج ديال الامطار ديال المطبخ وكاين هذوك وكاين بيت وصاله هادشي اللي عندهم بيت وصاله صالة حنا غير حنا عاوني غادي نكبروا البيت شدينا صغرنا الصاله وخلينا شويه الكوزينه بيت وصاله اللي كاين الله يجزيكم بخير السلام عليكم وعليكم السلام الاضافه اللي عندك الاضافه خويا هو حنا عندنا هذا المشكل ديال حنا جابونا حدا الطلح هذا جابونا حدا الطلح هذا كيدخلوا لنا الحناج ويدخلوا لنا الفاع ويدخلوا لنا كاع الحشرات اللي هي ضاره كيدخل عندنا للديور هنايا وكنا هذا المشكل طرح لنا الناس مسؤولين في العماله وقال لنا بانهم غادي يجيو وغادي يعالجوا هذا المشكل من تما كاين ما بقيناش حتى شي حاجه دابا حاليا كاين اللي كيخرج جوج ديال الحناش في نهار واحد هنا من الدار ديالو احتاو التضامن لبغينا يكون الكادي الزقدق الزقدق بغينا العماله تخدم الزقدق الزقدق بغينا وعليكم السلام انت من الساكنه هنا ديال الحي المحمدي نبغيو نعرفوا واش كاينه شي تهيئه رياضيه اللي تلعبوا الرياضه فيها ولا شي حاجه في انا ما كاين والو هنا لا حونا كالزبل بغيت الموم غارق انا بغينا نلعبوا كره ما لقينا فين نلعبوا بغينا نلعبوا كره ما لقينا فين نلعبوا يجيو بعدا يشوفونا فين كنلعبوا في وسط حمرك مطراسينا بالقفص اذا